أصيب الكثير من رواد الصلاة الرياضية بخيبة أمل عند سماعهم بإغلاق الصلاة الرياضية في وجوههم، وذلك لمنع انتشار مرض كورونا الذي يحارب العالم الآن والكون أجمعه. هناك الكثير الذي كان لا يعلم وذهب إلى الصالة الرياضية ورأى كلمة مغلق فأصيب بخيبة أمل كبرى. أصدقائي رواد الصلاة الرياضية، لا تتوقفوا عن مطاردة حلمكم الذي بدأتم به، وأصروا على تكملة هذا الطريق للوصول لهدفكم رغم جميع الظروف. فكما تعلمنا سابقا، وحتى إذا كانت الصلاة الرياضية مفتوحة وكانت لدينا مشاكل عدة، استطعنا التغلب عليها ومواصلة السير على تحقيق حلمنا الذهبي. أنتم لستم بالأشخاص الضعفاء الذي سوف تحبطهم مشكلة إغلاق الصلاة الرياضية، ونعم تستطيع مواجهتها. وأنا أدعوكم للمثابرة على التمارين، لأننا لا نعلم ما هي المدة التي سوف تغلق بها الصالات الرياضية التي من الممكن أن تمتد إغلاق الصالات الرياضية لعدة شهور، وإذا أهملنا أجسادنا سوف تتراكم الدهون فوق العضلات التي تعبنا من أجل التخلص منها. وأكرر وأقول، لا تضعوا مبررات لعدم ممارستكم التمارين الرياضية وكسب الدهون، بل مارسوا التمارين الرياضية المنزلية للحفاظ على عضلاتكم، لأن العضلة لا تفهم أين أنت، بل تفهم أنك تمرنها. وقد حان الوقت لتثبت العالم ولنفسك أنك أقوى من الظروف والمشاكل التي تدور حولك، وتحافظ على جسدك وبذل مجهودا مضاعف. وسوف أخبركم جميعا بأنه يجب عليكم ممارسة التمارين الرياضية، وهذا الكلام موجه لغير الرياضيين، لأن الرياضيين يعلموا هذا الكلام. كلما تناولت غذاء صحيا وتمتعت باللياقة البدنية، سوف تكون لديكم جهاز مناعي ضد أي فيروسات، سواء كان كورونا أو غيرها. وفي النهاية أعدكم بإعداد التمارين المنزلية لكم باستخدام بعض الأدوات البسيطة أو من دون أدوات. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، لايك للفيديو، ومشاركة مع الأصدقاء حتى يصلكم كل جديد منا. شوفكم بخير، مع السلامة. بس لا تنسوا حلمكم